هاي ازيكم؟ هاي. اول حاجه كلموني على الاوتفيت بتاعكم انتوا الاثنين. الاوتفيت بتاعي انا شهند حجازي، هي الفاشن ديزاينر و بس. شهند حجازي فاشن ديزاينر بس كده. وانت؟ لا هو انت بتختار كل حاجه. طب اوكي، هند خدت وقت قد ايه النهارده عشان تجهز؟ ساعة ونص. ده كل حاجه ولا ساعه ونص في حاجات معينه؟ بجد؟ يوجوالي هي مش بتتعبك في حوار ان هي بتخليك تستناها وكده؟ مش قوي يعني، لا في بصراحه مراتات مراتات صحابي بيتعبوهم اكتر. هند از اون ذا نايس ليفل يعني. اوكي هي فندم؟ اوكي لا مفيش حاجه خالص دلوقتي. هي خدت رايك في الاوتفيت بتاعها الاول ولا هي كان ستايلست اللي خدت رايك؟ لا خدت رايي، سالتني البس ده ولا ده، قلت لها النهارده. وانت اخترت لبسك ما خدتش رايها في اللبسك انت تلبس لا ايه؟ لا ما خدتش رايي، هو فاجئني بس هو طلع حلو. طيب اسالك على حاجه، لو دلوقتي في اختاروا ان هند تكون هي اللي تحط الالبوم بفيف بتاع المهرجان، هند هتاكلهم ايه؟ غالبا سالمون وشريمبس و تشاينيز، بتحب تشاينيز او سوشي؟ سوشي اصلا. وهو لو هيعمل كده، لو هو هيساعدك حاجه زي كده هيكون ايه الحاجه؟ هيحط بقى ستيك. بروتينز قوي يعني. اوكي طب هسألك على حاجه، دلوقتي لو هم قرروا في مهرجان الجونه هيخلوا فيه تمثال باسم هند عبد الحليم، تفتكري التمثال ده ممكن يكون واقف ازاي؟ واقف ازاي؟ تمثال على شكل انا؟ هيكون باسمك يعني. هي واقف كده؟ بجد؟ اوكي ثانك يو سو ماتش. ثانك يو.